نحن حلينا سبعة، ما نبلش بإيه؟ عندنا نمبر اكسرسايز 7 بيج 55. هلا هيدا شو بيقول؟ What is observed when an iron bar is dipped in a solution? Silver nitrate. Part A. هيدا silver nitrate Ag plus NO3 minus iron bar Fe. هاي Fe. هيدا نحن ما بنشتغل فيه. يعني صارت الرياكشن بين اف اي اند اي جي بلس. شو معناتها هون؟ في عندنا رياكشن او لا؟ من اخر صفحه بالفوليوم 2 طلعوا الاي اوف. شو الكاب اللي عندي هون؟ اي اوف اف اي. استاذ حليناه لهيدا. حليناه يمكن. ايكوال قد ايه؟ قد ايه بيساوي الايه؟ طلعوا لي يا استاذ حلين. استاذ حلينه. حلينه؟ طيب خلينا حلين. في اول فرع مشان نعمل ريفيجن ماينس 0.44 اي اي جي بلس اي جي 0.8 فولت. فاذا شو صار عندي انا هون؟ Ag plus Ag 0.8 عندي شو Fe 2 plus Fe. لكل الاكسرسايزز شو لازم نحدد بالاول؟ الانتروديوست. ها هو الانيشال وهاي الانيشال. هل جايين according to gamma؟ ايه. فاذا في رياكشن مفهوم ولا لا؟ هلا خلينا نستغل الفرصة نعمل عكسه. فإذا رياكشن إذا كان عندي هون Fe 2 plus حطينا Ag. في رياكشن شي؟ في رياكشن؟ لاحظ هون هي هلا هيدا stronger بتصير انتي جاما يا اوكسيدايزنج ايجنت. هيدا سترونجر ريديوسنج ايجنت. فاذا جاما في رياكشن نيجي لهاي اي جي بلس اي جي اف اي 2 بلس اف اي. طيب What are the initial introduced substances? هاي Fe2 plus Fe. صح. هاي دي شو جايين؟ صح. Anti gamma. Anti gamma. No reaction. ليش سميناها anti gamma؟ لأنه gamma. لأنه بالعكس. هذيك عكس anti gamma. ماشي الحال؟ اتفقنا؟ ماشي الحال؟ طيب خلينا حدا عم يكتب شيء والله بمحن. طيب نمبر 8 بيج 55. اوكي اوكي هلا هيدا السؤال. شو بيقول لي السؤال؟
using the electrochemical classification, يعني الاكس اللي موجود بالفوليوم 2 اخر شيء. Predict the reaction which occurs between E. اول شيء بتطلع E H plus H2 equals 0. E of شو؟ AG plus AG equal 0.8 volt. شو بعمل هلا؟ هيدا اكس صح عندي؟ هاي 0.8 هاي E. AG plus AG H plus H2. شو بنقول هلا؟ E increases oxidizing power increases. فإذا أي اللي predict بدنا نشرح يعني هيدا stronger oxidizing agent وهيدا stronger reducing agent. ها شو بقول هلا؟ شو بقول هيدي الجملة بدنا نقولها بكل الحالات؟ بنقول A spontaneous reaction is produced between the stronger oxidizing agent of the redox couple of greater E, which is what? AG plus with the stronger reducing agent of the redox couple of smaller E, which is H2 according to gamma rule. ماشي الحال؟ فهمنا يا جماعة؟ هاي على طول بدنا نقولها. هلا هون شو الرياكشن صارت؟ AG plus صارت AG هاي reduction plus electron. H2 becomes 2H plus plus 2 electron. ليش 2H plus عندي 2H؟ multiply by 2 multiply by 1 صارت عندي الـ reaction. شو صارت؟ 2AG plus plus 2 electron cancel مع 2 electron plus H2 gives 2AG plus 2H plus. صعب شيء يا جماعة؟ صعب؟ في مشكلة شيء؟ في محي؟ لا يا أستاذ لا أستاذ شوي بقى. على مهلكم حبيبتي على مهلكم على مهلك بس تخلصوا قولوا لي.
استاذ هول الايكويشنز مثلا اتش 2 صارت 2 اتش بلس وهيك كيف بتعرف؟ ما هي مش قلنا نحن اي جي بلس بلس اتش 2 جيفز اتش بلس بلس اي جي، يعني اي جي شططني، اي جي شططني، اي جي بلس شططني اي جي، والاتش 2 شططني. ها مزبوط. H plus بس قصدي H plus مش لازم 1 electron. ما عندك H2 2H، ما عندك 2H هون، شو لازم عندك 2H plus؟ مزبوط ولا لا؟ فهمتيها؟ أنت شو عندك؟ هي بالمبدأ H تعطيك H plus، مزبوط ولا لا؟ مزبوط؟ ولكن شو ما فيش عندي H، أنا عندي H2. هي كلمة stranger stronger stronger ليه هيك صارت؟ دايما بنكتبها، انت بتكتبها stronger بس انت بنكتبها للباراجراف هيدا على طول، بس لك predict او explain او على طول بدك تعملها هيدي، بس يقول لك بين تو كابل. فهمتي يا حبيبي؟ مثل ما هي ولا مثل ما هي تغير بس الالمنتس فيك تغير بس نفس المعنى. هلا فهمتيها هيدي عيني؟ شو؟ ما جاوبتي؟ خلصتوا حبيباتي كتابي ولا بعض؟ استاذ الانرجي بدنا نحفظهم؟ لا لا ولا حدا حافظهم، ولا حدا حافظهم. استاذ وهيدي spontaneous reaction لازم نحفظها؟ هيدي كلها هيدي هيدي التاكس بتحفظها. ايه ماشي خلاص. طيب في محي يشتري تاني واحدة؟ ايه محي محي استاذ شو هي ها according to the rule تحت اخر شيء تحت اخر طيب كمان بين مين ومين؟ شو عندي؟ البارت بي الاي اتش بلس H2 equal 0 E of PB 2 plus PB equal D minus مين بطلع لي إياها؟ طلعوا لي PB 2 plus PB. E PB 2 plus PB minus 0.13 minus 0.13 هيدا أكس، هيدي بدي عيدها كمان مع الكتابة نفسها مشان تتعودوا عليها. ماشي حبيبتي؟ هيدي إيه؟ شو عندي هون؟ H plus H2 هاي 0 minus 0.13 PB 2 plus PB. شو عندي أنا هون؟ هي مثل ما كنا نقول E increases oxidizing power increases. ماشي الحال؟ هيدا هو stronger oxidizing power stronger oxidizing agent وهيدا stronger reducing. فإذا هيدا stronger oxidizing. استاذ القمة بنعملها من الايون على المتل؟ نعم حبيبي القمة بنعملها من الايون على المتل على طول على طول من left to right. هيدا stronger reducing. إذا صارت من المثل هيديك شو بتصير يا استاذ؟ هي انتي جاما انتي جاما لا جاما لا عم قول اذا شقلبتها بتصير انتي جاما. ايوه بتصير انتي جاما اذا شقلبنا. طيب خلينا نشرحها يا شباب مره تاني عشان تعرفون وتحفظون مش هيك؟ ايه spontaneous
reaction is produced between the stronger oxidizing agent of the redox couple of greater E, which is H plus with the stronger reducing agent of the redox couple of greater E of smaller E, which is PB according to gamma rule. صح ولا لا؟ هلا شو بيعطيني؟ صح صح. اللي سالتني عنها مساعة الصغيرة سالتني عنها، ها؟ بنحط هيك، هاي بتعطي هاي على طول، وهي بتعطي هيك. يعني اتش يعني جيفز وات اتش 2 على طول بضرب ب 2 لأنه عندي 2 اتش بلس 2 الكترونز. و بي بي جيفز بي بي 2 بلس 2 بلس 2 الكترون. سيم نمبر. هلا هيدي شو اسمه خالصه يا استاذ، هيدي خالصه ما بتعملش شيء. مضبوط خالصه. بلس بي بي جيفز بي بي 2 بلس اتش 2. صعبه يا جماعه؟ صعبه؟ لا سهله سهله سهله. اوكي بكتب تكتب بكتب. استاذ حبيبي عم خليك تنوي انت عم تحكي ولا هلا ما نكفس لسه استاذ التلفاز اللي بعده هيدا يا استاذ نعم عيني هيدا ريدوكس رياكشن ايه ريدوكس رياكشن اوكي اكسرسايز نمبر 9 كلكم حطكم الكتب بارت اي تبعت يا شوي في هون مخربطه بالطباع when an iron bar is dipped into a solution of nickel to sulfate a metallic deposit is observed write the balanced equation of the reaction البارت بي بيجي بين قبل الوان تحت شفتوها ولا لا؟ شفتوها؟ شفتوها عيني؟ استاذ شو؟ تبعوا معي مش بيقول لي رايت ده مش قايل لي حرف بي بارت بي ها؟
ليه؟ البارت A كله بينتهي لعند قبل كلمة 1. 1 قلت هذا بارت B. فهمتوا ولا لا؟ يعني من عند 1 لعند reaction ها A ومن عند 1 لعند classification ها B. هذا للبي. فهمنا؟ لأنه لا إذا أول فرع ما فيش سؤال. When an iron bar is dipped into a solution كذا ما في سؤال. مظبوط؟ طيب هلا شو عندي؟ شو قايل لي؟ iron bar هيدا solution of an I 2 plus هيدي شو اف اي هم مش معطيني الاي لك الوحده باللي اي رياكشن اي رياكشن فاذا شو معناتها فاذا في رياكشن بتوين ان اي 2 بلس اند اف اي مظبوط ولا لا فهمتوها ايه مظبوط بضحك لانه شو قايل لي ان ايرون بار از ديبت انتو ا سوليوشن في رياكشن فاذا شو صار عندي هون فاذا هاي الاكس مظبوط ولا لا الرياكشن بين مين ومين كانت بين ايون هون وميتال هون صح ولا لا هاي شو بتعطيني هاي اف اي 2 بلس وهاي شو بتعطيني انا اي ماشي الحال يا جماعة؟ نعمل ضم. طيب شو قايل لي السؤال؟ قايل لي iron bar is dipped into an I2 plus. فإذا في reaction between metal and iron. في reaction. على طول I1 بيكون left فوق. left. I1 بيكون right تحت. مظبوط ولا لا؟ قايل لي في reaction. لا مظبوط. في reaction لما ال ion is reduced شو عطاني؟ ضم. طيب oxidizing agent مظبوط شو اعطاني يعني ان اي 2 بلس جيفز ان اي شو كمان اف اي جيفز اف اي 2 بلس هايدي بلس 2 هايدي بلس 2 الكترون وهايدي بلس 2 الكترون خالص الايكويشن صح شو اعطاني ان اي 2 بلس بلس اف اي gives what an i plus fe2 plus واضح ليش عملنا هاي يعني شو فينا نستنتج من هون conclusion e of شو تزاي وامتى نعملها بالانس على طول بس لك write the equation an i greater than e of شو fe2 plus fe عرفناها ليش عرفنا نعرفه هاي دي كونت زين بتقولوا جيفن وانت ونحن عم نقارن وبنعرف الاساس قطش شوي معي بس فيك تقول لي شو الاساس تكرم يا مصطفى تكرم قايل لي ايرون از ديبت انتو ان اي 2 بلس اي رياكشن اها في رياكشن هون شو معناتها رياكشن بتوين ايون بيكون على اللف فوق والاتوم بيكون على الرايت تحت صح ولا لا اكوردنج تو جاما رول هون بصير في ريدكشن هيدا شو هيدا oxidizing agent يعني ان اي 2 plus is reduced هيدا شو reductant يعني هيدا شو اف اي is oxidized مظبوط ولا لا؟ لأنه هي بالأساس كانت متل وهديك أكبر انرجي يعني هديك بتصير ايون هاي دي ما بعطيكم الاي انا عملنا فإذا استنتجنا هاي اي اوف ان اي 2 بلس ان اي greater than اي اف اي 2 بلس اف اي هيدا اول بارت بارت بي شو بيقول لي بالبارت؟ استنتجنا لأنه قال إنه there was a reaction ليك شو قال لي تاني بارت
1 اليت بار عيد الليد بي بي is dipped into a nickel and I2 plus. No deposit appears. No deposit. شو معناتها؟ يعني no reaction. مظبوط ولا لا؟ مظبوط؟ مظبوط. لازم deposit بنشوفها بآخر reaction. شو عندي أنا هون؟ شو معناتها؟ شو اللي عندي هون أنا؟ أنا أنا أعرف دكتور. two plus. هيدي بي بي. أنا عكسينهم يا أستاذ. هيدي بي بي. لما ما بيكون في... لما أنا أي. لما ما بيكون في رياكشن شو معناتها؟ نعكسها. جم. هاي. ملوش. كذا الديبوزيت نشوفه باخر رياكشن يعني باخر شيء نو ديبوزيت يعني فيش رياكشن فاذا شو معناتها نو رياكشن كونكلوجن هون شو معناتها الاي اوف بي بي 2 بلس بي بي جريتر ذان اي اوف ان اي بلس ان اي 2 بلس ان اي لاحظوا هم في رياكشن according to gamma هم ما في رياكشن according to شو انتي شو انتي gamma ماشي الحال هيدي شو انتي gamma ماشي الحال يا جماعة استاذ ليش طيب ما مش معنى مش فايتي على راس منيح لا طلعت انتي gamma ليك اول شيء شو اللي انتروديوس اللي عندك اياهم هاي وان اي لا لا في صح صح نعم في رياكشن بيناتهم لا فاذا شو جايين انتي جاما هم في رياكشن شو كانوا جاما ماشي الحال لاحظ بالجاما على طول الايون بيكون ليفت فوق والميتال رايت تحت بالانتي جاما بيكون الميتال على الرايت فوق وشو والايون بيكون على الليفت تحت عكس بعض بالعكس بعض انتي جاما اتفقنا فهمنا طيب سؤال عم تكتبوه عم يخلص الوقت يعني عم باخذ سكرين شوت اكتبه بعدين في محي ليكو انا لبكره في عندكم فرض اكسرسايز 16 and 17 فهمتوا ولا لا؟ بعثت لكم على الواجبات المدرسيه لبكره تمام 17 المولا ليكو الماس لاي علم بدكم اياه بالكتاب فوليوم 2 اخر صفحه مكتوب اتوميك ماس لكل المان اف اي مولر ماس ماشي الاس ان وهو كله وضحت الفكره حبيباتي طيب خليني هلا شو بيقول لي البارت اللي بعده بيقول لي show that these two experiments allow predicting the position of nickel in the electrochemical classification يعني شو عندي انا هون عندي الاي لمين ان اي 2 بلس ان اي greater than شو اي لمين للاف اي 2 بلس اف اي وعندي الاي لمين بي بي 2 بلس 2 بلس بي 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 جريتر ذان اي اكبر من الاي لان اي بلس ان اي ان اي 2 بلس ان اي في حطهم على الاكس ها هاي من دون ارقام اي اعلى واحد عندي اياها PB plus PB. PB 2 plus PB. بعدين شو عندي؟ NI
N plus N I. Plus N I وعندي F E 2 plus F E. P B والF E بيعملوا جم. فهمنا؟ هاي. هلا منقول ساعتها هون. E increases oxidizing power increases هون. E decreases reducing power decrease power increase decrease increase. ماشي الحال؟ ماشي الحال الكل؟ ليكم ماشي شباب وصبايا. سؤالين نمبر عندكم هوم وورك، بعثت لكم انا هوم وورك بيج 16 17 page 56. اللي بده المولر ماس معكم الكتب، هذا يفتح اخر صفحه بالفوليوم 2، افتح اخر صفحه بالفوليوم 2 وموجود عندك كمان لا اللي بعد منه هون اتوميك ماس مثلا قد ايه الاف قد ايه المولر ماس وش هذا بس. خلصنا؟ حدا عنده شيء؟ يعطيك العافية أستاذ.